كان قبل قبل نعم قبل الوضع الاقتصادي المتردي للغاية في جغرافيا إيران، فيما يتعلق بهذه التسريبات، برأيك ما هي الأسباب التي تدفع جنرالات في الحرس الثوري وفي البسيج أو قيادات أو حتى أعضاء وعناصر أن ينشقوا عن هذا النظام في هذا التوقيت بالتحديد؟ نعم، هو اكتشاف يعني التلاعب بهم في حقيقة الأمر، يعني سواء كانوا على مستوى جنرالات أو جنود أو قادة أو ضباط أو غير ذلك. على سبيل المثال، هناك العديد من القادة الميدانيين التابعين لفيلق القدس في سوريا، يعني تم بيعهم حقيقة، يعني تم بيعهم بثمن بخس، يعني باعتراف قادة الحرس الثوري أنفسهم بأن يعني أصبحت يعني الغارات الإسرائيلية مستمرة وبشكل دائم، يعني معدل الأسبوع غارة أو غارتين على المواقع الإيرانية، وتصيب الأهداف بدقة متناهية وتستهدف الأشخاص وهؤلاء القادة. فهؤلاء القادة يشعرون بالإحباط، يعني وحدث من قبل يعني عدة سنوات منذ يعني بدايات الثورة السورية وبعدها، أنه بيع قادة كبار، يعني بيع قادة من قبل من؟ يعني إما بسبب تصفية حسابات فيما بين قادة الحرس الثوري أنفسهم، أو المتاجرة من قبل بشار، فهو لا أخلاق له ولا يعني أنه لا يعي أي اهتمام لمثل هذه الأمور، أو من قبل نفس قادة الباسيج قوى فيلق القدس الذين يبيعون ويسربون المعلومات. وهناك تأكيد من قبل قادة الحرس الثوري بأن هناك فشل في العمليات بالنسبة للقوات الإيرانية وتسريب خطط عملياتية، وهذه هي الأخطر، تسريب الخطط العملياتية وقطع الإمدادات، يعني أي أنه أصبحت اليوم إيران عاجزة عن إيصال الإمدادات إلى قواتها، عاجزة عن حماية قادتها خارج الحدود وميليشياتها خارج الحدود. ولاحظنا تكرار نفس التصريحات التي كان بعض المسؤولين الفرس قد صرحوا بها منذ بداية الثورة السورية، عندما قالوا بأننا إذا ما خسرنا سوريا فإننا سوف نخسر الأحواز بأكملها. واليوم مرة أخرى قيادي في الحرس الثوري يؤكد بأنه إذا ما خسرنا المواقع الذي اكتسبناها بهذا الشكل خارج الحدود وفي سوريا تحديدا، فهذا يعني بأن الخطر الجدي سيهدد النظام، يعني هناك خطر جدي وحقيقي سيهدد النظام. إذا نفس التصريحات التي أطلقت منذ عدة سنوات اليوم تتكرر، فاليوم هناك خطورة في الحفاظ على ما يسمونها بالمكتسبات على هذه المواقع. فإذا هؤلاء القادة للقوات الباسيج والحرس الثوري يشعرون بالخذلان من ناحية، من ناحية أخرى فهم لا يدركون بجدية ما يحدث في هذه الجغرافيا وبالمتغيرات الحقيقية، فأصبحوا وكأنهم يعني ينتمون إلى دولة أخرى أو إلى بلاد أخرى، ولا ينتمون إلى هذا الكيان، ولا يشاركون أيضا في صناعة القرار، فهم مجرد يعني عناصر ومجرد يعني وكأنهم حجر، يعني قطع شطرنج، يعني يتم تحريكهم من مكان إلى آخر ويتم التلاعب بهم والبيع والشراء فيهم، يعني المتاجرة بهم. لهذا السبب تكثر الانشقاقات وعدم الثقة في هذا النظام.